رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، وسن في القتل 100 من الإبل، فأجر الله عز وجل ذلك في الإسلام، ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن فيهم عبد المطلب 7 أشواط، فأجري ذلك في الإسلام.